عسلامة مسيو. عسلامة مرحبا بنتي. عايش بيك أكثر، قدم لنا روحك. عايش بنتي، أنا تونسي. مرحبا بيك. من تونس. أي. مولود في تونس العاصمة. باهي برشا. موضوعنا بخصوص الاعتداء على سائق الحافلة معدة لنقل المهاجرين لأفريقيا جنوب الصحراء بقفصة. هذه آخر حاجة يعني تو معناتها هذه معناها قابلينهم في بلادنا وما خلينا ما نعملوا معاهم في بلادنا وفي الاخر يوليو يعتديوا علينا، هذاك ثمن سكوت نتاعنا ما تجيش. خلي العنصرية أبار، ما نحكيوش على العنصرية، نحكيو على العنف. اي العنف ولا في بلادنا في صفاقس شفتهم مش عاملوا، وزيد اغزر اعتداء على شوفور مسكين يلقط في ربع خبزة يزيدوا يعتديوا عليه. تو معقول هذا؟ ما تجيش. وانا راهو ضد انسان غير قانوني في تونس. يا خويا تقرا في تونس والا تخدم في تونس وثائق نتاعك مريقله، مرحبا بيك في تونس. ماناش ضد العنصريه، نحن مع العنصريه بطريقه اخرى، يعني بطريقه تاع جيني تعنفني في بلادي نولي ضدك انا. هذا شنو الموضوع؟ وبكل صدق راهو احنا 12 مليون في تونس، ولينا 16 مليون راهو. اللي ما يعرفش يعني انا نقول له راهو قريب 16 ولينا، من ياسر كثر وبرشا. اي منطقه تمشي لها تلقاهم موجودين. الاحوام الشعبيه الاحياء في تونس بارتو، في جميع الولايات زيدا بارتو. انا البارح كنت في المسير معبيه، صفاقس معبيه، سوسه معبيه، يعني شنيا سامحني في الكلمه باش يولوا احتلال. هاي برا شوف واحد يمشي للخارج، انت يشدوه كلونديستان في فرنسا يروحوا به، ولا في ما نعرفش في اي بلاد اخرى يروحوا به، خاطر ماهوش اون ريجل. نحن نحبوا يبدا اون ريجل، مرحبا به في تونس. عددهم مسيو قاعد يتزايد الى حد الان، باش تفسروا هذا؟ نفسروا بعدم يعني مراقبه الحدود على قاعده، بكل صدق مع كامل احتراماتي للديوانه والشرطه، اما راهو ثم فويت قاعد يصير، فويت من بلدان شقيقه كما الجزائر كما ليبيا، قاعدين يدخلوا ما نعرفش كيفاش، ولا باسبور تلقاه في تونس يدور حتى ورقه. باهي اقتلوا ضربوا ومشي، وين تعرفوا هذا اللي صار مسيو في صفاقس؟ يرحم والديك، عايش بنتي. توا انا بلاش وراق ندور في البلاد، كيفاش باش تطلعني؟ بلاش بصمه، كيفاش باش تطلعني؟ ما تطلعنيش. يعني تنجم تقتل وما يفيق بك حد؟ تقتل كيما الكهربه تحوس بلاش سيري، ضربت وهربت برا لوج عليها كهربه زرقاء. هذا كيف اقتل وعمل وبرا لوج عليه، وين لا عندك عليه حتى معلومه في وزاره الداخليه، وما عندك عليه حتى معلومه في الفيش في التشبيه، معناتها باش تطلعوا. مسيو بما انهم هما عايشين معنا في تونس، هل عندك علاقه بهم ولا؟ ابدا لا عندي علاقه مع واحد. هل يسكنوا في الحي اللي انت تسكن فيه، في المدينه اللي انت تسكن فيها؟ موجودين. اما انا نحير في حاجه، تبربي كيفاش تكري لهم انت؟ تكري الناس كيما هذوما، راهو يكري واحد ولا زوز يوليو 18 و20. بخلاف هذا الكل يعني ما نتصورش كان ملاك يساعدوا انه داره تتهلك ولا يسكن له فيها 20 عبد، ما يساعدوش. ساعات يسال قداش من فرد في العائله هو كي باش يكري العائله. صحيت سامحني، هذيا ما عادش يلوجوا عليها. نقول لك علاش؟ مع كامل احتراماتي للعباد، راهو مانيش نضر في العباد، اما راهو انا مصلحه تونس. كي تكري له قول له عندك شي وراق في تونس؟ ما عندكش وراق وليدي ما نكريلكش، برا شوف بلاصه اخرى. اما هما علاش يكريوا له؟ بالراس، الواحد ب50، الواحد ب100، الواحد ب70، الواحد ب80، هذاك علاش يكريو له؟ وتولي غاليه الكريه. الكريه غاليه والمهاجرين تساعدهم. تساعدوا بالطبيعه، وما ياخذ عليه حتى وثيقه، نظرا لكونه ما عنده حتى وثيقه هو. سي بور سا هذا البروبليم تاعنا اللي مع الجماعه نتاع جنوب الصحراء هذوما. وربي ما انا الامن يخدم، هو يخدم مش يخدم. اما ماذا بيا؟ شوف خويا، شوف تشوفه، اعطيني ورقك. ما عندكش ورقك بنروح، اش قاعد تعمل؟ كيفاش باش يروح؟ دبر راسه، هذيك مشكلته. انا نوصلوا الحدود ودبر راسه، غادي نسيبه في الحدود صحيح، ولا نصرفوا عليهم طياره يخلف علينا ربي، شنو باش نعملوا؟ اما خير نصرفوا طياره. دونك مسيو لازم الدوله تتخذ قراراتها. يلزمها تاخذ قرار، الدوله يلزم في اسرع وقت ممكن تاخذ قرار. فهمتي؟ يلزمها تاخذ قرار
في ما نعرفش انا في باتو جملوهم في باتو يروحوا بهم ولا يتصرفوا ولا انا ماهمش ياكلوا من رزق بابا، ولكن راهم قاعدين يفسدوا في البلاد، راهي قاعدين هاك تشوف اخر واحد اخر تونسي قتلوه تو كلام هذا تو كلام هذا في بلاده يعني في بلاده في الولايه نتاعو في ولايته مش معقول هذا ولا مش معقول بالكل. حاجه اخرى مسيو تسبب قلق للشباب العاطل عن العمل هي موضوع معناها هذا انه هو يخدم باجر ادنى. والله ما نقولش هذايا انا خاطر سامحني برشا برشا فينا ما يحبوش يخدم. لو كان مش ما يحبش ما يحب ياخذ حقه مسيو. ها؟ الشاب التونسي اليوم يحب ياخذ حقه. ما يحبوش يخدموا التونسي، هو صحيح يحب ياخذ حقه، اما سامحني لي جون نتاعنا تقلقوا شويه مثلا باش ينظف قهوه ولا باش يعمل تقلقوا شويه. فما برشا شباب تخدم. المفروض المفروض هكاك. برشا. اي المفروض هكاك. يعني اليوم مثلا نقولوا نهاره 30,000 الافريقي ياخذ نهاره ب 20. وب 10 يخدم. اي حتى ب 10 يخدم اي اي لكن ما تجي. ما تعيشوش 10 يعني. ما تجي الحق في اللي يخدموا. الحق مش فيه هو، الحق في اللي يخدموا. كي تستغلوا ب 10,000 وما تخدمش ولد بلادك ب 20 دينار. عليه زاد هاك انت مشيت معاه في الخط ما تجيش وينجم يعمل له حاجه مشكله راه ما عندوش حتى ورقه راه يظهر لي حتى احنا المواطنين مساهمين يعني في عددهم اللي قاعد يتزايد مش مساهمين فيش مساهمين مع من الاول في السكوت معناها انه ما تكلم حد مو بديو بالطريف بالطريف في حاجه اصحاب المشاريع اللي تخدم فيهم ايه واصحاب الديار اللي يكريوا لهم انا الرأي اللي خدموا فيهم اللي خدموا فيهم معظم التوانسه اللي خدموا فيهم راهو ماهمش اون ريغل هذوكم راهو ما نتوقعش انا كان قهوه ولا اوتيل في شارع ببرجي. احنا نحكيو على الفئه اللي الغير قانونيه بالطبيعه اللي وضعيتهم قانونيه جمله مانيش قاعدين نحكيو عليهم. في العاصمه لا في العاصمه امبوسيبل كان يخدموه وهو بلاش اوراق هذه خذها من عندي انا صحيحه 100% العاصمه لا يجي في اوتيل في شارع حبيب بورقيبه ولا في قهوه يخدموا بلاش اوراق امبوسيبل. باهي برشا. اما في المدن الاخرى يخدموا فيهم. المهديه، المستير، سوسه، هذوكم يخدموا فيهم يستغلوا. يقول لك انا نخدم ب 10,000 ينظف لي القهوه ويريق لي اموري ب 10,000 وهذه ماهيش قانونيه وانا ضدها. وانا ضدها. شنو هو الحل حسب رايك مسيو اللي تنجم تتخذه الدوله؟ الحل سهل سهل الحل كيفاش هو روح بواحد تو كلهم يقصدوا رب روح بواحد ولا زوز تو كلهم يفهموا روحهم هاو الحل مش باش نلموهم الكل اما كي يسمعوا بطياره روحت بهم تو الكل تفر تو تقصد رب يعطيك الصحه مسيو ميرسي